كيف يمكن عزل الرئيس في أمريكا؟ ينوي الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الشروع في تحقيق حول ما إذا كان من الممكن عزل الرئيس دونالد ترامب بسبب اتصالاته مع الرئيس الأوكراني، والذي يقال إنه طلب من الأخير فيها معلومات عن نائب الرئيس السابق والساعي إلى ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن. وكانت دعوات لعزل ترامب قد صدرت إبان التحقيق في صلاته بروسيا، ولكن هذه المرة ذهبت رئيسة مجلس النواب في الكونغرس نانسي بيلوسي إلى أبعد من ذلك وشكلت لجنة لبحث الموضوع. ويقول خبراء قانونيون أنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء أثناء وجودهم في سدة الحكم، ولذا فالطريقة الوحيدة التي قد يمكن التخلص بها من ترامب هي عزله. ولكن كيف يمكن أن يتم هذا العزل؟ وهل من رؤساء عزلوا سابقا؟ الجواب قد يفاجئكم. ما الذي تعنيه عملية العزل أصلا؟ في هذا السياق تعني عبارة العزل توجيه اتهامات في الكونغرس قد تشكل أسسا لإحالة الرئيس إلى القضاء. ينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس قد يعزل من المنصب في حال اتهامه بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة. ومن المعلوم أن بدء عملية إجراءات عزل الرئيس ينبغي أن تنطلق من مجلس النواب ولا تحتاج إلا لأغلبية بسيطة لتمريرها. أما محاكمة الرئيس فيجب أن تجرى في مجلس الشيوخ. ولكن في هذه الحالة سيكون من الضروري الحصول على أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ من أجل تمرير قرار عزل الرئيس، وهو أمر لم يحصل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. من هم الرؤساء الذين واجهوا إجراءات عزل؟ لم يواجه إلا رئيسين أمريكيين اثنين إجراءات عزلهما من المنصب في تاريخ الولايات المتحدة رغم التهديدات التي أطلقت في مناسبات عدة. ففي السنوات الأخيرة واجه بيل كلينتون الرئيس 42 للولايات المتحدة إمكانية عزله بتهم الكذب أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلة عمل العدالة، وذلك بعد كذبه حول طبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي وطلبه منها أن تكذب حول الموضوع بعدئذ. وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية 228 مقابل 206 لصالح عزل كلينتون فيما يخص التهمة الأولى، و221 مقابل 212 فيما يخص التهمة الثانية. لكن يجب الإشارة إلى أن الشعبية التي كان يتمتع بها بيل كلينتون في ديسمبر 1998 كانت تبلغ 72%. ولكن وعندما أحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ في سنة 1999 لم تحظى بتأييد الثلثين في أعضاء المجلس الضرورية لتمريرها. وجاء في تحليل لبي بي سي نشر في حينه أن أعضاء المجلس في سعيهم الحثيث والدؤوب للتخلص من الرئيس لم يفكروا فيما إذا يتمكنوا من إثبات التهم الموجهة ضده دون أي شك. الحالة الثانية للرئيس الثاني لم تتعلق بريتشارد نيكسون كما قد يتوقع الكثيرون، فالرئيس الأمريكي الوحيد الآخر الذي واجه إجراءات العزل هو أندرو جونسون الذي تولى منصب الرئاسة في سنة 1865 وكان الرئيس 17 للولايات المتحدة. وكان مجلس النواب قد طالب بعزل جونسون، وجاء التصويت على عزله بعد مضي 11 يوما فقط بعد تنحيته لوزير الدفاع أدوين ستانتون بسبب عدم اتفاق الأخير مع سياسات الرئيس. ولم تغفل الصحافة الأمريكية أوجه الشبه بين تنحية ستانتون في سنة 1868 وقرار الرئيس ترامب بطرد رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي الذي لم يتفق مع الكثير من سياساته. ولكن وبخلاف الوضع مع كلينتون نجا جونسون من العزل بفارق قليل جدا، إذ فشلت محاولات عزله بصوت واحد بفضل تصويت الجمهوريين. وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أيوا السيناتور جيمس جرايمز قال عقب التصويت: لا أستطيع أن أوافق على تقويض العمل التوافقي للدستور من أجل التخلص من رئيس غير مقبول. إذا هل يمكن عزل ترامب؟ يتلاعب الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي منذ شهور بالألفاظ، فهم يريدون من النواب الذين عارضوا إجراءات عزل ترامب وأولئك الذين أيدوها أن يفكروا مليا فيما يريدون وفيما كانوا سيحصلون على ما يبتغون. أثارت هذه السياسة مخاوف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
وغيرها من أن طرق سبيل المطالبة بعزل الرئيس قد يهدد حظوظ الديمقراطيين الذين يواجهون معارك انتخابية حاسمة في سنة 2020. ولكن يبدو أن هذه التقديرات قد تغيرت بشكل جذري، وذلك عقب ذيوع الأخبار حول الاتصالات التي أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أدت أنباء هذه الاتصالات حتى بالسياسيين الوسطيين إلى تأييد التوجه نحو إطلاق إجراءات عزل ترامب. لقد انهار السد وخرج الجني من قمقمه. الحقيقة تقول أن بيلوسي التي تتمتع بقدرة كبيرة على جس نبض مؤيديها قد قررت التحول من موقفها السابق في التصدي لمحاولات عزل ترامب إلى موقف لا يعارضه في الحد الأدنى. ما زال المستقبل مبهما، فبإمكان الإدارة أي إدارة ترامب التراجع عن موقفها الممانع ومنح الكونغرس بعضا من المعلومات التي يطالب بها، وقد تسهم استطلاعات الرأي في إظهار أن التطورات الأخيرة تضر بأحد الحزبين الرئيسيين، مما قد يسهم في انهيار الإرادة السياسية عندهما. ومن جانب آخر، قد يقرر الحزبان التمسك بموقفهما وخوض معركة سياسية من الممكن أن تمتد طيلة أشهر الشتاء القادمة. لو عزل ترامب، هل يمكن طرده من منصبه؟ من المعروف أن الجمهوريين لهم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولذا لن يكون من الممكن إزاحة ترامب من موقفه لما لم ينقلب أعضاء حزبه عليه. ومن الواضح أن أغلبية النواب والشيوخ الجمهوريين ما زالوا موالين له، وبالطبع هناك استثناءات لهذا المبدأ، مثل عضو مجلس الشيوخ ميت رومني الذي كان الوحيد من الجمهوريين الذين طالبوا البيت الأبيض بالمزيد من الشفافية حول الاتصالات التي أجراها ترامب مع أوكرانيا. ولكن يبدو في نهاية المطاف أن ترامب سيبقى في موقعه في البيت الأبيض بفضل دعم الجمهوريين. أما فيما يتعلق بالجمهور الأمريكي الأوسع، لا يتمتع ترامب بالكثير من الشعبية، ولكن الرغبة في عزله ما زالت ضعيفة. ففي استطلاع أجرته جامعة مونموث في وقت سابق من الشهر الحالي قبل ذيوع المسألة الأوكرانية، تبين أن 35% من الأمريكيين يرون أنه ينبغي عزل ترامب.